ضيوث السنة غيس المذي تي الصحابة نكوني للأسف قلق زمان كي قليل وني تخدم يقارد النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا على رسول الله يقارد ما خاب من استخار ولا ندم من استشعر سنة الحوايج جميع الشغل غير كير العبد ذات يخدم ذات التجارة ذات القراية ذات الخدمة ذات الزواج الأمور كن الدنيا تندغ العبد يعوق فننتزد بزاف الحوايج يقارد النبي صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار الحاجة تمزور وترى تخدمه أتشي ورضى رب العالمين الاستخارة ذا شو تسيث مثلا تظليث أتظل صنة ركعات أسمرت كفو تظليث تدعو ربي عز وجل إلى الدعاء الاستخارة غدي جا النبي صلى الله عليه وسلم إزما يزمر العبد يحفظك نخير موري زميرارا الحصون يذي دعوية لوكاس تقبيليث أسيني ربي عز وجل أقلين شوارك يا ربي الله مريك يثدوها كالخدمة ماذا قلنا غي الصالحة الدينينو الدنيثينو العاقبة الله مرينو وفقي غورس كضي ضغي ضيس وماذا قلنا الزري يا ربي بلي غينا غي خدمة كان غي صلحة غي الديني وغي صلحة غي الدنيثيو وغي صلحة غي العاقبة الأمور يا ربي بعد هي فلاس سبع الضي فلاس فكذي ضريضا سالقضائينك يا رب العالمين العبد ذي استخر ربي واسمر الزاد الاستخارة وترى جرت ولي الترقيث اكدا استرقيث كيني خدمك خاطئ زرد شري ضرر انو العبد اين غير في حغورس ربي سبحانه وكي والله اكدي في كراحة الحاجة كي لقل وماذا قال تصور ربي تتكال الغفر ربي المستحيل اسخبض المستحيل كي جا ربي عز وجل تسنة قارد لا ندم من استشار للعالي تدعو ربي ستوفيق من العالي كذلك تشوارد وني تشوارني لها ما تشوارد أي كان للعيب ذا تشوارد هذا يسم نغا كني قالك كيحسد بلك كي ولها وفريدي لقنغا تشوارد ويسعى العقل ويسعى الرزانة ويسعى الرأي للعالي وني تشوارد وني خدم شغل ذو حسدي ما يعقوش كني قال أسين الله لو كان شوار فلان لو كان أسين لو كنت نضيد إلا قني غايد ما تشكن العالي وين يتشاور كذلك العالي غيمنا اقذعنا رب العالمين عز وجل.